السلام عليكم. واتساب معانا، اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل معايا. معاك حسين من العراق. حسين شيعي ولا سني يا حسين؟ شيعي. هداك الله، اتفضل سؤالك يا حسين. سؤالي حول رواية في مسند أحمد بن في حنبل. الأصول، ها؟ أسئلتنا في الأصول. نعم، هو في الأصول، حول الأصول. النبي من الأصول أم ليس من الأصول عندك؟ الايه؟ النبي صلى الله عليه الاستاذ الفاضل، وآله ما انت تيجي تقول لي أصل، النبي يا استاذ النبوة أصل. النبوه، النبوه اصل معروفه هذا، تمام؟ ولكن انا نعم، بتحدث في موضوع أنا يا استاذ أسأل الفاضل. يا استاذي ركز، الاصول هي اسئله في التوحيد، اسئله في الامامه، اسئله في العصمه، اسئله في الخلافه، اسئله في المهدي، تمام؟ حضرتك ممكن اسالك سؤال؟ هو ممكن اسالك سؤال قبل ما تجاوب؟ أنا انا يجب أن اسالك تراعي سؤال سؤالك وحضرتك في الأصول. لا، مش سؤال الزامي يعني. هل الصدقه نعم، من اصول الاسلام ام لا؟ هي من الفروع. معلش يعني، اذا ذكرنا، اذا قلت الاسلام لا يحتوي على الصدقه ولا يوجد شيء اسمه الصدقه، كذبت لا، الاسلام ام الإسلام لا؟ يحتوي على الصدقة، ها جاوبني، لكن ليست من أصول الدين. اتفضل بقى اسال في الاصول. الحمد لله انك عارف الاصول، اتفضل. نعم، أنا أسأل حول النبي صلى الله عليه وآله، النبي من الأصول أم ليس من الأصول؟ اتفضل يا استاذ الفاضل، اطرح سؤالك مباشرة. طيب، الرواية في مسند أحمد بن حنبل حسنها، في مسند أحمد بن حنبل الرواية حسنة، طيب، وفي مجمع الزوائد سؤالك يا العنبار استاذنا زادها. الفاضل، الله يصلح حالك، انا بطرح عليك نعم، الموضوع، سؤالك الله يصلح حالك، اتفضل. إيه طيب، الآن خل أذكر الرواية. لا قول سؤالك مباشرة، عندك رواية تقول واحد اثنين ثلاثة، اتفضل. طيب، بس أذكر الرواية بسرعة. لا إله إلا قال: الله. سمعت أبا كبشة الأنماري قال: كان رسول الله جالسا في أصحابه، فدخل ثم خرج وقد اغتسل. نعم. فقلنا: يا رسول الله، قف كان شيء؟ قال: أجل، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. نعم. الآن ما رأيك بهذه الرواية؟ يعني النبي ينظر إلى فلانة. نعم. يعني الرواية دي لو موجودة في نفس كتب الشيعة بحديث صحيح، ماذا ستفعل؟ الآن شو الغرض أنا في كتب بسألك سؤال، الشيعة؟ شوف أنا بسألك الآن سؤال أنا والله، أحاكيك شوف عن أنا بسألك سؤال، مع إن سؤالك ليس في الأصول، ولكن سؤالك يتحدث عن موضوع تاني خالص. هذه الرواية لو وجدناها في كتب الشيعة الصحيحة، ماذا ستقول؟ أخي أنا بسألك، شوف عزيزي، سؤال، أنا جاوبني اليوم على قدر بالشيعة، السؤال. أنا سؤالي إشكالك إيه حول على قدر الرواية؟ الرواية. إشكالك إيه على الرواية؟ طيب، إذا وجدت في كتب الشيعة أنت تعتقد يا بها؟ أستاذ الفاضل، يا أستاذ الفاضل، إشكالك إيه على الرواية؟ الرواية: النبي ينظر إلى النساء وتقع في قلبه طب شهوة تعالى النساء. نشوف كده في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني في الجزء الخامس عشان أنت فهمك سقيم للرواية، تمام؟ اتفضل كده على الشاشة، انظر أستاذ معانا أستاذنا الفاضل، ماشي؟ كما يظهر على الشاشة للمتابعين، في باب أن النساء أشباه، تمام؟ قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة فأعجبته، فدخل على أم سلمة وكان يومها فأصاب منها، وخرج إلى الناس ورأسه يقطر، فقال: أيها الناس، إنما النظر من الشيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله، تمام؟ وهذه الرواية صححها المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. تفضل أستاذ الفاضل، إيش إشكالك بقى؟ طيب، وإن كانت صحيحة، وشنو يعني؟ طب معلش يعني إيش إشكالك برضو؟ يعني الرواية في كتبك أهي، تمام؟ إيش إشكالك بنفس اللفظ ونفس المعنى؟ نظر إلى امرأة فأعجبته، فدخل أم سلمة وكان يومها، تمام؟ فقال النبي، نفس الرواية أهي، فقال النبي إيه؟ صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنما النظر من الشيطان، فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي أهله. أخي، يلا إيه إشكالك؟ يلا، أستند يا هل دقيقة تشكل على دقيقة الشيعة دقيقة أم تشكل بس الآن بس على أذكر السنة؟ لك دقيقة دقيقة السند فيها المعلق. أستاذ الفاضل، المجلسي صحح طيب الرواية، ركز، الله يصلح حالك، طيب المجلسي صحح طيب الرواية. أنا كلام المجلسي مو دائما أنه شكرا ليك يكون أستاذ حجة علي. الفاضل، أنا عارف إن دينك بالمزاج، أنت هتقول لي حاجة غير كده، دينك بالمزاج، شكرا ليك. الآن أصبح السند في علة، مع إن أنا قادر أوثق له رجال السند رجل رجل، بس مش هعمل كده. فهو جاء يعني فاكر نفسه معاه فضيحة لينا يعني، تمام؟
ولكن سبحان الله هو جاي اصل عنده النبي عند اهل السنة ينظر الى النساء، نفس الرواية موجودة في كتب الشيعة. هذه الرواية من معلم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم الناس، لانه بشر اساسا، بشر له مال البشر، ليس ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى، هو بشر يقع عليه ما يقع على البشر أستاذنا الفاضل. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أعجب أحد تمام بامرأة فليأتي أهله. ده هنا تعليم قوي للأمة، مش تروح للست دي اللي هي عجبتك وتثني معها، فليأتي أهله، وقعت الشهوة فأتي أهلك. طب وإن لم تستطع في روايات أخرى فعليك بالصيام. سبحان الله. أظن كده إخواننا الأحبة يعني هو صدم أصلا وجود الرواية في الكتب، وعند الرواية فيها فلان، وعند ما شاء الله لما بنيجي نقول لكم طلعوا لنا حديث صحيح عن النبي تمام، تقولوا إيه؟ نحن لا ننظر إلى السند، نحن لسنا عباد سند. دلوقتي أصبحتم عبيد سند،